السلام عليكم. ليس من المبالغة أن طير الصرد هذا الذي ورد اسمه في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وفيه نهي عن قتله، وأفتى علماء في الشريعة بحرمة أكل لحمه بسبب النهي عن قتله، ليس من المبالغة القول رغم صغر حجمه إلا أنه يشبه الصقورة في الإقدام حينما يطارد فرائسه ليصيدها، وربما هو أشد منها في التحفز وسرعة الظفر بفارسته بما فيها الثعابين حينما يناور بمهارة من فوقها ثم يباغتها بانقضاض خاطف ليضرب رأسها بمنقارها المدبب الحاد ويكرر ذلك حتى تموت ثم يأكلها، مع أنها لو ناشته بناب السم لمات في الحال. هذا فضلا عن أنه يصيد الطيور الصغيرة والقوارض والحشرات، بل سبق الرصد يصيد طير السمان ويطارد الأرنب البري والحمام وضبا متوسط الحجم وكلها أكبر منه بكثير. ومما يلفت الانتباه أنه ذو بصر حاد، وسبق أن نشرت فيديو فيه خلاصة التجربة حينما وضعت على بعد 10 أمتار من مكان جذع شجرة مصابة بالنمل الأبيض ذي اللون المندمج مع الخشب، إنما لمحها وانقض سريعا ليلتهم آفة الأرض كلها. وكلمة الصرد على إطلاقها لا تعني نوعا واحدا، إذ يوجد هذا النوع الأكثر شهرة عندنا باعتبار أنه مقيم مفرخ في براري السعودية والدول العربية، وسيكون الحديث هنا عنه وعن أسمائه الدارجة، ثم آتي بستة أنواع من الصرد المهاجرة التي تعبر براري المملكة بأشكالها وأصواتها، علما بأن كل الأنواع تتشابه في سلوكها ومخالبها ومناقيرها الحادة لكنها مختلفة عن بعضها البعض في الألوان، وسأكتب حتى أسماءها العلمية. هذا الأول الصرد الرمادي الكبير، نوع مقيم في براري السعودية وتأتي أعداد منه أيضا إلينا مهاجرة، وله انتشار واسع بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ورغم صغر حجمه مقارنة بطيور أخرى إلا أنه يوصف بالجزار، وكل أنواع الصرد يطلق عليها هذا الوصف لأنها تعلق فرائسها على غصن أو شوكة أو أي شيء له رأس مدبب ثم تقطعها لتأكل منها أو تطعم صغارها أو تترك أجزاء منها كتخزين مؤقت تعود إليه مرة أخرى لتتغذى منه. وله أسماء محلية متعددة تطلق عليه في السعودية بحسب تنوع المناطق، وأكثر من يعرفها بعض هواة الصيد، منها أسماء أبا علا والصبري والزراطي والزريطي والسرد والأسرد والمقطع ومكيحيل. وفيما يلي بقية أنواع فئة طيور الصرد التي تأتي إلى براري السعودية مهاجرة، ويوجد لها أسماء عامية مختلفة، لكن سآتي بأهم المعلومات التي تجعلك تعرفها أو تميزها عن طيور أخرى. هذا الثاني من الأنواع هو الصرد الرمادي الصغير، ويأخذ نفس الأسماء المحلية للنوع الكبير عند الذين لا يفرقون بينهما، وهو مشابه للرمادي الكبير لكن أصغر منه. وأبرز ما يميزه عن الكبير ذلك السواد في الجبهة، وإن كان السواد لا يظهر بوضوح في اليافعة التي لم تصبح بالغة بعد، ويتركز انتشاره في أجزاء من وسط آسيا وأوروبا، وهو مهاجر يعبر السعودية في مواسم الهجرة. وهذا ثالث الأنواع يسمى الصرد المبرقع أو المقنع، من أجمل الأنواع، ويشاهد أحيانا مندسا في الأشجار أو واقعا على أطرافها، ولذلك يصيده بالخطأ بعض الهواة بالبنادق الهوائية ظنا أنه واحد من أنواع طيور الدخال الكبيرة، وهو أيضا مميز عن النوعين السابقين والأنواع التالية من طيور الصرد بأنه لا يجفل سريعا، بل يمكن الاقتراب منه بأقل من 10 أمتار ولا يطير، حتى إذا طار يحدث أن يعود لنفس المكان بحركة تبدو طريفة. ويتركز انتشاره في الدول المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط، ويأتي إلى براري السعودية في مواسم الهجرة. النوع الرابع من هذه الفئة من الطيور هو الصرد الشامي أو الصرد أحمر الرأس، وهو مثل بقية الأنواع في الغذاء الذي يأكله أو يصيده، وإن كان يركز أكثر على اقتناص الخنافس من الأرض ثم يصعد بها إلى مكان مرتفع ليأكلها. ولهذا هو بقية الأنواع التي ستشاهدها يمكن وصفها ضمن الطيور الصغيرة الصديقة للبيئة، كونها تساهم وتساعد في الحد من كثرة الحشرات خلال عبورها مهاجرة، لا سيما
أن من بين هذه الحشرات حشرة حفار الساق التي تلوث تحت لحاء أشجار الطلح وتتكاثر فيها، وقد تبلغ أن تصيب الشجرة إلى حد أن تكون آفة فتنخرها وهي المعمرة، فتموت الشجرة واقفة فاقدة لقيمتها البيئية. وينتشر هذا النوع في مساحة واسعة بين غرب آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويعبر السعودية خلال مواسم هجرة الطيور. النوع الخامس من فئة طيور الصرد مهاجر هو الصرد ذو الظهر الأحمر، الذي يتسع نطاق انتشاره في دول بشمال آسيا وكل أوروبا تقريبا، ويهاجر في الخريف ليقضي الشتاء في أفريقيا، ثم يعود خلال الربيع، وفي الرحلتين ينزل أياما في براري السعودية. وقد يدهشك إذا عرفت أنه أكبر من العصفور قليلا، ويقطع في رحلة هجرته مسافة 22,000 كيلومتر. تصور، فسبحان من وهبه هذه الطاقة العجيبة. أما السادس والسابع من طيور الصرد التي تأتي مهاجرة عابرة براري السعودية، فهما نوعان متشابهان جدا، ويصعب التفريق بينهما للذي يراهما من مسافة ليست قصيرة، وقد يظن أنهما نوعا واحدا، لكنهما مختلفان في التصنيف العلمي. أحدهما الصرد التركستاني، ونطاق انتشاره بين وسط آسيا حتى جزء من غربها، والآخر الصرد الأشهب، وتعد منغوليا أبرز موطن له، ويعبر الاثنان براري المملكة في مواسم الهجرة. وقبل أن أختم بالحقيقة الأهم، أشير إلى أن أنواع طيور الصرد قد يطلق عليها أسماء محلية أو عامية أخرى تختلف باختلاف الثقافات، فتسمع عن الصرندي والدقناش والنهس، إنما عرضت لك الأنواع بأشكالها وأصواتها وأسمائها العلمية، متوقعا بعد ذلك أن المهتم والصياد في الميدان يستطيع تمييز أنواع الصرد عن بقية الطيور المقاربة لها في الحجم والشكل. أختم بالدعوة إلى التأمل في عجائب ظاهرة الطيور المهاجرة، وكيف أنها تعبر القارات والمحيطات متحملة قسوة العوامل الجوية وبعد المسافات، ومزودة بما وهبها الله من خصائص تجعلها تجيد الملاحة دون أن تخطئ مساراتها، رغم أنها تقطع آلاف الكيلومترات، وأنها حينما تنزل في أي بيئة لترتاح وتتزود بالطاقة تحتاج غذاء متنوعا بما فيها الحشرات ومخلوقات أخرى، فتساهم في الحد من كثرتها عن النسب الطبيعية. فكأن الطيور المهاجرة قادمة من بعيد لتساعد البشر على الحفاظ على سلامة بيئاتهم، في الحد من طغيان بعض الكائنات بشكل يجعلها آفة. فسبحانه عز وجل الذي قال: وكل شيء عنده بمقدار، وقال: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.